حينما حلت تمنح المشهد سحرا وقلقا، صارت وجها محبوبا واسما مطلوبا. كرست حياتي لشغلي، حس انه عندي شيء كثير جوا بدي اعطيه بس ما في امكانيه، ودائما في عندي علامه استفهام ولا مره لقيت جواب. حضرتك بتقولي انه صار القناع جزء مني. كل الوقت كنت مصره ضلني حقيقيه، بس اخر شيء تكتشف انه لا، ولا مره انبسطت هيك، تفرجت على حالي وانبسطت. يعني لو رجع فيك الزمن بتغيري شيء؟ كل شيء. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب الذي يضاء بحضور الممثلة القديرة كارمن لوبوس، أهلا وسهلا. بيت القصيد يأتيكم السبت الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.